أول بيان عاجل. اللواء فيصل رجب بعد وصوله منزله في أبيان. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للواء فيصل رجب من داخل منزله في أبيان جنوبية اليمن مهنئين سلامة وصوله. ووصل اللواء رجب قائد المنطقة العسكرية الرابعة سابقا إلى مسقط رأسه ومنزله في محافظة أبيان بعد مغادرته العاصمة صنعاء برفقة الوفد القبلي الذي قدم من أبيان وشبا قبل 3 أيام طالبا من قيادة سلطة صنعاء إطلاق سراحه بعد تجاهل الحكومة الموالية للتحالف له وعدم إدراجه ضمن صفقات تبادل الأسرى. وحظي الوفد القبلي القادم من أبيان باستقبال قيادي حاشد وضيافة استمرت 3 أيام كان آخرها استضافتهم في محافظة دمار قبل أن يكمل الوفد طريقه نحو محافظة أبيان جنوبية اليمن. وقدم نجو شقيق اللواء فيصل رجب في أول تصريح إعلامي بعد إطلاق سراح عمه شكرا لقائد حركة أنصار الله على استجابته لطلب وفد قبائل أبيان والقبائل المشاركة معها التي قدمت إلى صنعاء. وقال علي رجب في تصريح عقب إطلاق سراح عمه الأسير لدى صنعاء منذ بداية الحرب على اليمن إنه يشكر قيادة وحكومة صنعاء على رأسها مهدي النشاط ورئيس حكومة صنعاء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، كما شكر قبائل صنعاء ودمار التي استضافت وأوفدت الوفد القبلي الذي أتى من أبيان ورفقته إلى صنعاء. وسلم رئيس وزراء حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور اللواء فيصل رجب عقب إطلاقه اليوم في مؤتمر صحفي هدية من قائد أنصار الله عبارة عن سلاح شخصي للشاش جفري ومسدس وأشياء أخرى. وأفرجت حكومة صنعاء مبادرة أحادية صباح اليوم عن اللواء فيصل رجب الذي أصل وهو يقاتل في صفوف قوات التحالف في إحدى الجبهات عام 2015 وبعد تسليمه لمشايخ أبيان إكراما لحضورهم إلى العاصمة صنعاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.